عرفينا ايه اصلا اللون يعني واهميته، ايه فكره اللون؟ اللون اصلا جه منين؟ احنا كلنا بنحب الالوان، يعني البني ادم الطبيعي لازم يكون محب بالالوان. طبعا تخيلي الدنيا كلها تكون ابيض واسود، مش هيبقى ليها طعم. صح. طبعا. اوكي، فطبيعي كلنا انا وغيري كلنا بنحب الالوان، بس الاول احنا عايزين نفهم يعني ايه لون. هتتصدمي لما تعرفي ان اساسا اللون مجرد احساس فيسيولوجي، ملوش اي وجود خارج عقل الانسان. انا في حد قال لي المعلومه دي مره، هقول لك بقى ليه وافتكرته. هقول لك ليه بالعلم، هقول لك ليه هربطها لك بالعلم. هي ليه بنقول ان هو مجرد احساس فيسيولوجي ملوش اي وجود غير داخل بس العقل البشري؟ لان دايما اللون مرتبط وجوده بوجود الضوء. الكلام اللي احنا خدناه في الفيزياء زمان. أيوة. ان اي شكل ملون عشان ادرك اللون بتاعه لازم تسقط عليه حزمه من الضوء بيمتص كل الترددات الضوئيه وبيعكس لي بس التردد الضوئي الخاص باللون بتاعه. يعني الحمراء التفاحه الحمراء بتبتدي تمتص كل الترددات الضوئيه الخاصه بكل الالوان، بتعكس لي بس التردد الخاص باللون الاحمر، فبشوف التفاحه ان هي حمراء او خضراء. طب ليه الرجاله دايما بيشوفوا الالوان غلط؟ مثلا الازرق اخضر والاخضر لا، هما ممكن يكون عندهم ما عندهمش وعي باسماء الالوان. اوكي، طيب دلوقتي احنا قلنا ان اللون عباره عن طاقه ضوء مرئيه بيتم استقبالها من خلال المستقبلات الضوئيه الموجوده في شبكيه عين الانسان. أوكي. وبيتم بعد كده تحويل هذه الطاقه للون مره اخرى من خلال الكونز او المخاريط اللي موجوده في عين الانسان. بالمناسبه عندي سبحان الله في عين الانسان 3 كونز، يعني 3 انواع بس من المخاريط، الاحمر والاخضر والازرق. وسبحان الله العدد اللي ما لا نهائي من الالوان اللي احنا بنشوفه بيكون نتيجه مزج هذه الالوان بنسب معينه. يبقى طلب الضوء بنقول اللون بنقول عليه ان هو طاقه ضوء، يبقى عشان كده احنا كنا يعني في كليه اعلام بناخد الار جي بي اللي هو ريد جرين بلو، دي الالوان الاساسيه في ار جي بي اللي هي بيطلع منها كل الالوان. فعلا فكره البريزم يا جماعه اللي كنا بناخده، المنشور اللي بيسقط عليه الاشعه الضوئيه وبعد كده الضوء الابيض وبعد كده يبتدي يتحلل للسبع الوان اللي هي الوان القوس قزح او الرينبو، الفكره ديت اساسا هي اللي بنستخدمها في الكالر ثيرابي او في العلاج بالالوان. ودي قدرت انها تعالج عضويا العديد. ايوه، كالر ثيرابي حاجه واسعه جدا.